إذن مشاهدينا مستمرين في إشراقة كويتية وفجر. عندنا موضوع مهم وجميل. قبل شوي قلتي أنك تجهزتي أو قلتم لتجهيز بناتك الله يخليهم للمدارس، شنو الصعوبات اللي واجهتك؟ خليلك غاليك، ويعني قلت هالشيء وقلت اني ما زلت قاعده اواجه صعوبات، لانه صار لهم اسبوع بادين المدرسه. فاول كم يوم ضبطت الامور، لكن عقب اجازه نهايه الاسبوع او الويكند ردينا مره ثانيه الى نقطه الصفر نوعا ما. الروتين رد شويه يميل للجانب او للروتين الصيفي طبعا. هذا شيء متعبني حاليا، لكن ادري خلال اسبوع راح اقدر اوازن الامور واضبط الموضوع، وخصوصا مع التاهيل المدرسي باسل لازم انا اتاهل نفسيا ولازم بناتي يتاهلون نفسيا والمدرسين بعد، والمدرسه لها ايضا دور فعال. فهذه الامور كلها تنحط بعين الاعتبار لما الواحد يبي يعدل روتينه من الروتين الصيفي الى الروتين العام الدراسي عفوا. واكيد راح نتعرف اكثر عن هذه الاستعدادات مع ضيفنا في الاستديو الاستشاري التربوي الاستاذ حسين اكبر. صبحك الله بالخير ومنورنا اليوم. صبحكم الله بالنور، ان شاء الله نقدر نقدم شيء يفيد المشاهدين. نعم اكيد استاذ حسين حياك الله. لكن قبل ما نبدا موضوعنا معاك، خلينا نشوف راي الجمهور عن التعليم قديما وحديثا، ونرجع نستكمل حوارنا ان شاء الله. نص ونص، في ناس مستانسه وفي ناس لا والله مو مستانسه. انا لاحظ الحين في تطور بالتدريس، وفي الحين الاساتذه او طريقه التعليم الجديده الحين قاعد يتساهلون فيها ويراعون ان يراعون ضغوطات الطالب وما يصير في ضغط عليه. المناهج صارت اسهل من قبل بكثير، لان تراكم سنوات من الخبرات من التدريس اختصرت علينا الوقت الكثير. الحين صار الطالب يقدر ياخذ المعلومه في بيئه مهيئه وبيئه سهله جدا. من ناحيه الاسئله او الامتحانات الدراسيه صارت اسهل واجد، يعني تقدر تطلعها من بنك الاسئله او من اشياء واجد، يعني اختبارات سابقه. فالدراسه صارت امتع واسهل، وفي حصص نشاطات واجد، وخاصه ان الحين صارت المدارس الاغلب المعلمين اللي فيها كويتيين، فمن ناحيه صارت حتى التعليم فيها سهل وسلس. نعم حياكم الله مشاهدينا من جديد. طبعا بعد ما شفنا هذا التقرير اللي تكلموا فيه اكيد بعض الاراء، يعني قالوا ان في على قولتهم صعوبات قبل، لكن الحين في على قولتهم وزاره التربيه او المعلمين ذللوا هذه الصعوبات، فبالتالي صار حتى الامتحانات مثلا اسهل، ممكن صارت طريقه الدراسه اسهل، فبشكل عام يعني في سهوله الحين. فجر يمكن هذه السهولة تختلف من طالب إلى طالب، من ولي أمر إلى ولي أمر، على حسب مستوى التعليمي، على حسب قدراته، على حسب شنو المواد. وأكيد كل هذه الأمور راح نتعرف عليها مع ضيفنا مثل ما قلنا لكم الاستشاري التربوي الأستاذ حسين أكبر، ونتكلم عن عودة الطلاب للمدارس. حياك الله. الله يحييكم إن شاء الله. ودنا في البداية يعني مثل ما أنا وباسل كنا قاعد نقول في بداية هذه الفقرة، أنا قاعدة أواجه صعوبات، فهذه الصعوبات هل من الطبيعي أن الكل يواجهها؟ شلون ممكن ننتقل من الروتين الصيفي إلى روتين العام الدراسي بشكل سلس؟ هي في نقطة حلوة ذكرتيها، تفضل. التهيئة النفسية. يمكن كثير من أولياء الأمور يهتمون في القرطاسية، الملابس،
الأغراض الدراسية، لكن يهملون الجانب النفسي. طبعاً هو يعتمد على الطفل شنو سوى فترة العطلة الصيفية كلها. يعني أنا أشبه بشنو؟ شنو؟ لما واحد يسوي نظام غذائي تكون ثلاثة أشهر مخربها زين، والحين بيلتزم في نظام غذائي، أكيد هذا عودته حق النظام الغذائي راح تتطلب مجهود أكبر. فنفس الشيء بالنسبة حق الطالب اللي خلال ثلاثة شهور يعني ما هيئ نفسه حق العام الدراسي، فنشوف مثلا أن الروتين راح يتغير ونومه كان مخربط، سهر وآيباد وبلاي ستيشن، وفجأة الحين بيلتزم بنظام مختلف، فتغير الروتين كذلك نشوف يكون ممكن عنده قلق لأنه ما يعرف من ربعه، خصوصا لما ينتقل مدرسة أخرى أو صف آخر، فراح يلقى عنده ضغط. قبل ما أخذ راحته ما في شيء يضغط عليه، الحين في حالة قلق لازم يقعد في ساعة معينة، لازم يدرس، حتى المهارات الأكاديمية ممكن يكون نوعا ما ناسيها، شلون طريقة الدراسة ما إلى ذلك، هم يحتاج وقت حتى يرجع حق الفورمة. نعم أستاذ حسين، راح نسهب إن شاء الله أكثر في موضوع الضغط المدرسي، ولكن برد شيء موضوع دور الأسرة مثل ما ذكرت أنت، أن فعلا مثالك جميل وعجبني، أن موضوع أن ثلاثة شهور مخربها زين وفجأة تعالى التزم بنظام صحي مثلا، ولكن أعتقد أن للأسرة دور كبير في على قولتهم التهيئة وفي التدرج على قولتهم العودة للمدارس. العطلة الصيفية ثلاثة شهور، شو ممكن نرتبها إن صح التعبير؟ يعني هذه فترة العطلة الصيفية كان مفروض يستثمرها ولي الأمر في أنه يدخل عياله مثلا أكاديميات، نوادي صيفية، لأن الطالب بحاجة إلى مهارات اجتماعية مثلا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، كيف يتعامل مع الضغوط، علاقاته الاجتماعية، حتى هذا كله يتهيئ من خلاله حق المدرسة، لأن بالنتيجة هو راح يتعامل مع زملائه في الصف، شلون يتعامل معاهم، هل هو مثلا منعزل عن بقية الطلبة ولا اجتماعي الولد. فلما تهيئه في خلال فترة الصيف فسهل عليه أنه يعني يتوالم مع بقية الطلبة مع المدرسين. أما إذا كان طول فترة الصيف قاعد على هالأجهزة يعني مضيع وقته كله باللعب ومنعزل عن الناس، فأكيد راح يواجه صعوبات يعني في دخوله إلى المدرسة. فإحنا نقول إنه يتهيأ خلال فترة الصيف، خصوصا إن للأسف إحنا في مدارسنا ما يتم في الغالب أن يتعلم هذه المهارات الحياتية، فهو فرصة كان بالصيف أنه يتعلم هذه المهارات حتى يكون مؤهل أنه يدخل العام الدراسي بكل أريحية وثقة. يمكن بعض من المهارات اللي الواحد لازم يعدلها هي مهارة الاعتماد أو تنظيم الوقت، لأن نشوف أنه بالصيف وايد حتى أولياء الأمور وقتهم خلاص ماكو جدول يمشون عليه مثل ما يكون في العام الدراسي، لكن تعديل وقت النوم، تعديل وقت أن يحطون وقت معين للدراسة، ممكن كلها أمور يستمرون فيها في إجازة الصيف. بس هم تلقى حتى لو مستمرين دائما في قلق، مثل ما قلت في سابق جوابك، في جوابك السابق، أنه في قلق. شلون ولي الأمر ممكن يميز بين القلق العادي ولا هو القلق مال أول أسبوع أو الأسبوعين، والقلق اللي فعلا يعتبر قلق؟ اي هو قلق مرضي او لان نعم. في اطفال تحوشهم خصوصا من عقب الكورونا. اي هو القلق طبيعي، هو القلق قد يكون جيد لانه هو يحفزنا حتى احنا ننظم امورنا، نهتم في الدراسه، لكن احيانا يزيد عن حده بحيث انه يكون يواجه صعوبات في الدراسه، يواجه حتى صعوبات في انه كيف يتعامل مع بقيه الطلبه، كيف يتعامل مع المدرسه والمدرسين. فتأثر على نفسيته، تأثر على التحصيل الدراسي، فهني ممكن هذا يكون مؤشر. فلذلك احنا نقول ان الطالب اللي كان يهتم في تنظيم الوقت في اثناء فترة الصيف مو مخرب نومته على قولتنا، هذا راح يكون يعني اكثر ثقة واقدر على مواجهة تغير الروتين من العام الدراسي. فشي يسوي ولي الأمر؟ إيه؟ شي يسوي ولي الأمر إذا واجه الصعوبة والقلق تم مع الطفل؟ هو شيء مهم جدا أن يكون في ولي الأمر لازم يكون على التواصل مع المدرسة مثلا، هذا شيء مهم جدا،
للأسف إحنا شنو يصير قبل العام الدراسي أو قبل بداية الدوام؟ تشوفون تنتشر مقاطع كاريكاتير أو مثلا مقاطع فيديو إنه باكر دوام، كأنه فاجعة وكأنه يعني إنه في صورة نمطية سلبية عن العودة للمدارس للأسف، وإن كان بنمط فكاهي لكن هذا راح يشغل العقل غير الواعي إنه الدوام مو زين، المدرسة مو زينة، شيء يخرع. للأسف هذا ينتشر وايد في وسائل التواصل. صحيح. خلاص أنتوا كنتوا في عز، أنتوا كنتوا في الجنة والحين أنتوا تدخلون إلى الجحيم. هذا التصور الخاطئ أكيد بهالطريقة ما راح يحب الولد المدرسة. صحيح. حتى الموظف نفسه لما يشوف كذي راح يتأثر، إن حتى هذا الموظف اللي راجع من إجازة هم نفس الشيء. نعم، أيضا يمكن أستاذ من الأشياء اللي تثير قلق أولياء الأمور مرات في العودة للمدارس أو المدارس بشكل عام وهو موضوع الازدحام المروري، خصوصا مع طلعة المدارس سواء على قولتهم بالصبح ولا حتى في خروج المدارس الظهر. لذلك يعني مع اقتراب العام الدراسي الجديد يعني هناك استعدادات أكيد تجرى على قدم وساق في مختلف جهات ووزارات الدولة فيما يخص هذا الشأن فجر. وصراحة جهودهم جبارة، وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها لها دور كبير في الإعداد للعام الدراسي الجديد، ومنا لهم كل التحية والتقدير أكيد. وراح نعرف أكثر باسل في هالخصوص. نعم أكيد، عن استعدادات وزارة الداخلية للعام الدراسي الجديد ينضم إلينا زميل نجيب القحطاني مراسل قناة الأخبار. صباحك الله بالخير نجيب، ولك الهوى يا نجيب، شنو عندك اليوم؟ شكرا باسل، اصبح عليك بالخير وعلى الزميل فجر واسره برنامج شراقه كويتيه. مثل ما احنا عودناكم متواجدين في اماكن كثيره انا وزملائي المراسلين في قناه الاخبار، لكن احنا اليوم متواجد معكم في غرفه العمليات التابعه للامن العام في وزاره الداخليه، وكذلك رساله شكر الى اداره العلاقات العامه والاعلام الامني بتواجد اسره وبرنامج شراقه كويتيه في الامن العام في غرفه العمليات. لكن راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع، راح نتكلم عن تلقي البلاغات واوامر الخدمه وكذلك دورهم وعملهم في ان شاء الله بدايه العام الدراسي ان شاء الله خلال الايام القادمه ان شاء الله بدايه العام الدراسي لابنائنا الطلبه والطالبات والهيئه التعليميه. ونرحب كذلك في العقيد مساعد خالد الحسيني رئيس قسم سريه المهام الخاصه. العقيد مساعد صباحك الله بالخير ويعطيك العافيه، الكثير وده يعرف دور وعمل يعني سريه المهام الخاصه وبالتحديد في قطاع الامن العام، عساك على القوه حتى نعرف المشاهد عن دوركم وعملكم. اول شيء صباحك الله بالخير، الساعه مباركه. بخصوص دور قسم سريه المهام الخاصه، دورها ميداني طبعا، توزيع الدوريات على جميع محافظات الكويت بشكل ثابت طبعا، يوميا كل محافظة راح نوزع عليها على حسب المحافظة، الأحمدي، الجهرة، حولي، جميع محافظات الكويت. بالإضافة إلى تواجد الأمني يكون، والانتشار بالمناطق السكنية والمناطق الحيوية اللي يكون فيها مثل المجمعات التجارية الاستثمارية، ضبط الأشخاص، ضبط المطلوبين، ضبط سرقات المركبات، بالإضافة إلى عمل نقاط تفتيش تقريبا بعد الساعة 12 تكون نقاط تفتيش من 3 إلى 5 نقاط، مدة كل نقطة نص ساعة تقريبا، الهدف منها ضبط الأشخاص وضبط المركبات المطلوبة. وهالفترة هذه عندنا حملات على وافدين طبعا مخالفين لغامة حسب تعليمات سيدي معالي وزير الداخلية ووكيل قطاع الأمن العام اللي هو أحمد منيفي، ضبط الأشخاص وتحويلهم لنفس جهة الاختصاص. أكيد مساعد كذلك أنه في دوركم مهم جدا كذلك في الحفل، يعني خلينا نتكلم عن الحفلات، عن الملاعب، الإسناد وتوزيع على خلينا نقول البرغيات اللي تأتيكم. عندنا طبعا قوة ملاعب الفترة هذه اللي صارنا سنة تقريبا من العام، مع بداية الدوري يتم عمل جدول، يتم إرساله حق العمليات المركزية 112 بطريقة المباريات وتواقيتها وساعاتها، وتم توزيع القوة نفس المدرجات الرئيسية أو المدرجات الهلالية في الملعب، طبعا تكون قبل المباراة بساعة لحين انتهاء المباراة. بخصوص أوامر الخدمة، جميع أوامر الخدمة اللي بالكويت حاليا اللي تخص الدوريات تتبع قسم سرية المهام الخاصة، مثل يعني حفلات الغنائية اللي تكون في 360 تحديدا قاعة أرينا، حديقة الشهيد، دار الأوبرا، بالإضافة إلى السفارات إذا كان في احتفالية نقوم تغطيتها تسكيرها، أي بوثات معارض نقوم تسكيرها، بالإضافة إلى حفلات التخريج اللي تكون الفترة اللي طافت تخريج الثانوية العامة. جميع الفنادق اللي صارت فيها حفلات أمناها من الخارج ومن الداخل. نتكلم عن كذلك تعاونكم مع فرق الإزالة يعني الجهات الحكومية. صحيح صحيح، في حاليا الفترة هذه وخصوصا فترة المخيمات نكون مع فرقة من الإزالة
طبعا المخالفات المخيمات يتم ازالتها، بالاضافه الى البلديه فود تركات يتم ازالتها من المناطق السكنيه المخالفين، بالاضافه الى اسكان طبعا اخلاء المنازل اللي عندها امر اخلاء يعني بامر قضائي يتم التوجه معاهم لتامينهم واتخاذ اجراءهم. نقول الله يعطيكم العافيه العقيد مساعد خالد حسين رئيس قسم سريه المهام الخاصه. بشكل كبير راح ننتقل حق ضيفنا الاخر وهو النقيب بدر مساعد المطير ضابط عمليات الامن العام. يعطيك العافيه النقيب بدر. ودنا نتكلم عن استلامكم البلاغات عن طريق الهاتف وهو هاتف الطوارئ 113. حياك الله اخوي نجيب، الساعة مباركة ان شاء الله بتواجدكم اليوم معنا في غرفه عمليات الامن العام. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن دور ضابط عمليات قسم عمليات الامن العام. من يتلقى البلاغ طبعا ضابط العمليات من قبل هاتف الامان 112 من طريق العمليات المركزيه الى ان يوصل البلاغ الى غرفه العمليات الامن العام يتم توجيه البلاغ واعاده توجيهه الى مديريه الامن المختصه حسب اختصاص المكاني لموقع البلاغ، ويتم التعامل مع البلاغ من اول افاده الاوليه الى النهائيه والتنسيق بين الجهات المعنيه مثلا قوه الاطفاء العام او الطوارئ الطبيه اللي هي الاسعاف. نقيب بدر، لو ننتقل كذلك ان الان بدا يعني ما بقى شيء على العام الدراسي الجديد ان شاء الله، واكيد ان لابد انه في عندكم جاهزيه كبيره يعني الامن العام، النجده، المرور، توزيعك على المدارس سواء دخول الطلبه او خروج الطلبه، الحركه التنظيميه دائما يحتاجونها الطلبه، كذلك بعض المشاكل اللي تحصل بعد ما يطلعون الطلبه من المدارس. صحيح صحيح، الله يعطيك العافيه. بخصوص المناسبات والفعاليات اللي تقوم فيها يقوم فيها قسم العمليات بالاوامر الصادره من العمليات المركزيه والبرقيات في تجهيز الأمر حق المديريات الأمن المختصة. أنا بقعد أكلمك الحين مو بس بالعام الدراسي، جميع المناسبات والفعاليات وطبعاً والشعائر الدينية. يعني إحنا خلصنا من محرم، بلشنا الحين ما شاء الله في العام الدراسي 24-25 استقبال أبنائنا الطلبة إن شاء الله. عندي توزيع المدارس راح يكون بإذن الله قطاع شؤون الأمن العام راح يثبت قبل دخول الطلبة إلى إغلاق الأبواب بإذن الله. طبعاً قطاع الأمن العام اليوم مستلم تقريباً من أصل 117 إحنا مستلمين 91 مدرسة لتأمين أبنائنا الطلبة، تسهيل حركة دخولهم وخروجهم ومنع أي مشاجرات أو من الأمور الظواهر السلبية هذه. يعني أنت والنجدة والمرور كذا؟ أكيد أكيد، بالتنسيق مع القطاعات النجدة والإخوان بالنجدة والإخوان في المرور. أكيد يعني ما راح يكون كل شيء ماشي بالتنسيق بإذن الله. كذلك نطلب من الأخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن في دخول أبنائهم المدارس بإذن الله. يعني خاصة ما شاء الله نتكلم عن الخطة المدرسية إن شاء الله، وخطتكم إن شاء الله موضوعة جاهزة بإن شاء الله بداية العام الدراسي، حيكون إن شاء الله دوريات موجودة ومستبرة منها ثابتة ومنها متحركة. بالتأكيد حنا عندنا دوريات ثابتة ودوريات جوالة بالمناطق السكنية وقت دخول المدارس، ودوريات راجلة تكون عند المدرسة نفسها، من تثبت الدورية ينزل أمر الدورية ومرافقة ويأخذون جولة راجلة على المدرسة. نقول الله يعطيكم العافية، عساكم على قوة. النقيب بدر مساعد المطير ضابط عمليات الأمن العام في وزارة الداخلية، مشاهدي الكرام كنا معك في هذا البث الحي المباشر من غرفة العمليات التابعة للأمن العام في وزارة الداخلية، كذلك إرسال الشكر لإدارة علاقات العمل والإعلام الأمني على وجودنا وتواجدنا في هذا الموقع. راح نرجع إلى باسل الفجر لتكملة برنامج إشراقة كويتية لقطاع الأخبار. لكم الهواء، تفضل. نعم، كل الشكر لك زميل نجيب القحطاني ولضيفيك الكرام ولجميع جهود يعني وجميع رجال الداخلية على الجهود اللي يقومون فيها. أما الآن عودة إلى يعني الأستاذ حسين. قبل شوية أستاذ حسين تكلمت عن هناك ما يثير قلق أولياء الأمور وهو فيما يتعلق بموضوع حركة سير مثلا المرور أو حتى الموضوع الأمني بالنسبة لتأمين المدارس، ويعني لا سمح الله ممكن تصير مشكله لعيالي ولا لبناتي، فبالتالي يعني ايش كثر مهمه الجهود اللي قاعد تقوموا فيها رجال الداخليه فيما يخص هذا الشان. اكيد هذا طبعا شيء مهم وايد، يعني لما ولي الامر يحس باريحيه انه يوصل للمكان اللي يبيه او حق مدرسه عياله بكل راحه وبكل امان، اكيد هذا راح يخفف الضغط اللي عليه، لان هذا احنا بعد هو بروحه عليه الضغط أول يوم تغير روتين، فما يبي يشغل باله بأشياء ثانية، شلون يطلع من الزحمة، وغير يعني الحوادث المرورية هذا راح يشكل عبء إضافي. فنشكر وزارة الداخلية على جهودهم لتوفير وتنظيم السير يعني. نعم، وأكيد هذه الجهود لابد أنها تكون عمل يعني حتى مع أولياء الأمور وأيضا مع المعلمين، فأنا بأنتقل إلى المعلمين ودورهم في المساعدة في هذه
المرحلة، خصوصا انه يعني نشوف انه وايد من اولياء الامور يشيلون كل هم المدرسة على روحهم، كأنه هم المدرسين، ما يعطون حتى المدرس فرصة انه يوصل المعلومة للطالب. ففي بداية العام الدراسي ما أهمية يعني خلق هالنوع من التفكير عند اولياء الامور وايضا عند المدرسين، لان نشوف استاذ حسين انه وايد مدرسين ايضا يعتمدون اعتماد كلي على اولياء الامور. صحيح، وهم كل واحد مكمل الآخر، لأن الولد يقضي ساعات في المدرسة فهو راح يكون تحت إشراف المعلمين، فضروري جدا أنا أشوف أن المعلم أيضا يكون ملم بكيفية التعامل مع الطلبة، عنده مهارات تعديل سلوك. لأن دخلت بعض المدارس ولاحظت أن بعض المعلمين ما عنده هذه المهارات. إحنا نقول أن المعلم مو فقط هو وظيفة تعليمية يقدم الدرس ويمشي، أيضا وظيفة تربوية، لأن في كل الحالات هو قاعد يحتك مع الطلبة، فأكيد الطلبة راح يتأثرون فيه، سلوكه، تعامله مع الطلبة، فهو يلعب أيضا دور تربوي. نشوف، سمعت أنا من بعض أولياء الأمور يقولون حق بعض المعلمين أن أنت مالك شغل بالولد، مجرد تعطي الدرس اللغة العربية مثلا أو الرياضيات هذا دورك فقط. صح. لكن هو داخل في العملية التربوية، كون أن الطلبة كل يوم يشوفونه يتأثرون في سلوكه، فهو من الضروري جدا أنه يكون مثلا ملم في بعض المهارات في تعديل السلوك مثلا والتعامل مع الطلبة، لأن هذا إحنا قاعد نودي عيالنا من هناك أكيد راح يتأثرون فيه، فكل واحد يكمل الآخر. لذلك نجد يعني نماذج جيدة مثل في اليابان مثلا، عندهم النشاط اللاصفي أو بعض الأنشطة اللي يقومون فيها حتى تنظيف المدرسة يعني، فيعطونهم مهام أخرى بحيث أن الطالب يرجع من المدرسة متعلم وايد مهارات. أكيد طبعا المهارات الحياتية بشكل عام مهمة جدا، وإحنا فعلا يعني كلامك أكيد مهم فيما يتعلق في موضوع تعزيز المهارات بالنسبة للطلبة. يمكن هالشغلة هذه تعزز فيهم على قولتهم أو تخليهم يستانسون أكثر في المدرسة ويحبون المدرسة ودهم أن يروحون للمدرسة. لذلك احنا مجهزين يعني تقرير لبعض الطلبة والطالبات، شوفهم على قولتهم أطفالهم أطفال، نشوفهم مستانسين مو مستانسين على قولتهم مدارس. فجر شو تتوقعين، مستانسين؟ نشوف مع بعض يلا. حيل حلقي الأبلات ورفيجاتي، ويعني ليش أصلا حنا العطلة ما نستفيد منها، كله قاعدين من البيت ونصهم مسافرون، يعني نقعد نبي ناخذ روتين، نستغل روتيننا الصيفي، نستغل روتيننا على الأقل، يعني ندرس ونحفظ ونسوي كل شيء ونستانس مع رفيجاتنا والأبلات يلعبونا وناسة. أدرس كله ينام بكر، ما أدري يعني إنه خلاص ملين من عطلة نبي دراسة، بعد لما ندرس شيء كم يوم بعد خلاص نبي عطلة نبي دراسة. تمام والله كل شيء مجهز، متحمس إن شاء الله أجيب درجات أعلى. ما زلنا مستمرين معاكم من بعد هذا التقرير والتغطية الحلوة صراحة، وايد كيوت باسل. وقبل ما نطلع نشوف التقرير مع بعض، كان ضيفنا يقول أكيد راح يجاملون. لا نعم، شوف هي مو مجاملة كثر ما أن هي فعلا ترى في أحيانا بعض الطلبة يعني بعض أو الأطفال بشكل عام ترى حتى لو كانت وناسة مثلا، لكن إذا كانت وناسة متكررة على روتين طويل خلاص ترى يحس بالملل، فحتى لو ان كسر الروتين او كسر الملل هذا بالعوده للمدارس ففعلا تلاقيهم احيانا مشتاقين فعلا للمدارس. لكن قبل على قولتهم هذا التقرير تكلمت استاذ حسين عن موضوع المهارات الحياتيه وش كثر مهمه فيما يتعلق
بتطوير مهارات الطلبة. لكن أيضا بنتقل شوي لدور الأهالي قبل بداية العام الدراسي. إيش كثر مهم أن في بعض الأهالي يحرصون على أن والله خلنا ندرسهم قبل بداية العام الدراسي، خلنا نشوف شنو المنهج، شنو ممكن يأخذون بالصف الفلاني وندرسهم ونهيئهم. هذه الاستراتيجية زينة مو زينة، إيجابيات سلبيات؟ هو يعتمد على الطفل نفسه يعني. نعم. قد يكون عنده القابلية، يعني ممكن واحد يقول أنا توني خالص من المدرسة، أنت بعد راح تدرسني مرة ثانية، فيبي شيء ثاني، يبي أكتيفيتيز. فأنا بالعكس أنا أدعو أن يركز أكثر على المهارات الثانية اللي هي النشاطات اللاصفية، بعض المهارات مثلا في الرياضة، هواياته ينميها أثناء الفترة العطلة الصيفية. أما موضوع الدراسة، بعض الأطفال ممكن أن يتقبل، أكيد هو لو يراجع الدروس قبل لا يدخل المرحلة الدراسية أكيد راح يكون أسهل للانطلاقة، بس هذا يعتمد على الطفل نفسه. وأنا عندي المهارات الحياتية في الفترة الصيفية أولى. أنا حتى أدعو أن تكون مناهج في المدارس بعض المهارات، لأن تعليم التقليدي بهذه الطريقة ممكن أنه ما يؤهله أنه بعدين إذا تخرج من المدرسة يعني أنه يدخل سوق العمل، أنه يستثمر، كيف يدير مشروع. هذه المهارات جدا مهمة، صحيح، فما قاعد تعطى في المدارس. فأنا أتصور أن ولي الأمر يشتغل مع عياله في أثناء فترة الصيف في هذه الأمور. في هذا الإطار أستاذ ذكرتني بنقطة مهمة، وما أدري إذا تتفق معي ولا تعارضني الرأي، لكن إحنا الكبار مثلا نحتاج بين فترة وفترة ناخذ بريك، ناخذ إجازة نعيد فيها ترتيب حساباتنا. فنفس الكلام ينطبق على الأطفال والطلبة، صح ولا لا؟ صحيح، هم كذلك يحتاجون للترفيه. لكن اللي قاعد يصير إن طول فترة الصيف هو بروحه باللعب بدون ترتيب بدون وضع برنامج. فالموازنة مهمة. اي طبعا، لان هو قاعد يعني يدمر روتينه، عادات الصحية مثلا قاعد يفقدها، قاعد مثلا يصير عنده سمنة، بعض الامراض، نتيجة ما في تنظيم للوقت وما في هدف. مثل ما شفنا اللقاءات مع بعض الاطفال على سجيتهم يتكلمون، يعني بين انه وقت فراغ كبير. فولي الامر يساعد يعني عياله أن يستثمر هذا الوقت في أشياء يحبها، بس بنفس الوقت تكون مفيدة. طيب، هذا فيما يتعلق بالتأهيل النفسي يمكن للطلبة، ولكن أحيانا يعني أولياء الأمور هم اللي يحتاجون التأهيل النفسي أكثر من الطلبة. على قولتهم يعني التجهيزات، الشغل اللي عليهم، يمكن أحيانا حتى في بعض يعني أولياء الأمور حتى النوم ما ينامون في أثناء الدراسة. كثر وغير المحاتاة طبعا وغير علاقاتهم الأمور النفسية هذه كلها والضغوط النفسية. فش كثر مهم التأهيل النفسي لأولياء الأمور؟ طبعا هو الطفل يشوف أبوه يشوف أمه شلون يتعاملون، هل هم عندهم تنظيم، هل هم مثلا عندهم نشاطات ومهارات، لأنه يتأثرون فيهم. فمهما تقول حق يعني العيال هما راح يشوفون النماذج الحية اللي قدامهم. وللأمر نفس الشيء، لازم يكون مهيئ نفسيا، عنده خبرات حياتية، يكون عنده طريقة تعامل أيضا مع الأبناء. يعني نشوف بعض أولياء الأمور يهملون عيالهم، ما يتواصلون معهم، ما في حوار مع العيال. فمهم جدا خصوصا في بداية العام الدراسي أن يقعدون يشوفون شنو مخاوفهم، شنو احتياجاتهم. لما يعني يشترون القرطاسية وغيره يأخذون عيالهم علشان ينقون الشيء اللي هم يحبونه مثلا، وهذا يعطي يعني تحفيز أكثر. لما أنا أروح أشتري شيء جديد أحب أستخدمه، فهذا راح يعني يخليه يحب الدراسة أكثر. مثلا صورة على الجنطة الشخصية يحبها، مثلا مقلمة جديدة. يعني الأطفال الصغار يحبون بعض الأمور مثلا شيء جديد ويستخدمه، فراح يعطي حافز أكثر أنه يستانس يروح المدرسة. هذا
نعم فجر، انا في صوره بس عفوا فجر فضل. في صوره يعني دائما تطري علي وخصوصا يمكن فجر انت ادرى بعد في موضوع بعد الغداء مثلا بالبيت رد طالب رده الطالبه على لعقتهم سفره الغداء يسولف يومه بالدراسه اليوم صار معانا كذي اليوم صار كذي الابله قالت لي كذي المدرس قال لي كذي في بعض اولياء الامور بلوك يعني بلوك بلوك مو قاعد يسمع بس اللي خليه يسولف وبعدين يلا شاطر حبيبي لكن ايش كثر مهم انه لا نسمع هذا ايش قاعد يقول ممكن قاعد يقول شيء مهم انه لا يحتاج منه رياكشن او يحتاج منه تدخل في حل مشكله تدخل في اي 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 كانت هذه المشكله يعني هذا جدا مهم الانصات والاستماع للاطفال نشوف شنو سووا شلون كان يومهم الدراسي شنو مخاوفهم شنو الاحداث اللي صارت هني انت تحسس الطفل ان انت معاه لذلك اي مخاوف اي مشكله انت تكون داعم نفسي للطفل في المدرسه فبالتالي هو يتشجع يعني هذا واحد من الامور اللي جدا مهمه انه يكون في تواصل جيد مع الابناء فلذلك لازم نفرغ من نفسنا شويه نقعد معاهم ومن غير حكم يعني احيانا يجي الولد يسولف ليش سويت كذي انت كذا يعني ما يعطي مجال على طول ينتقد مثلا او يحكم او يقول ليش سويت كذي ما ادري شنو خله بس عفوا استاذ اذا بيعدل سلوكه في شغله مثلا سواها شنو الطريقه المثلى او الطريقه يعني الامثل بني اوجهها للسؤال شلون ممكن اتعامل معه يعني هو في اكثر من هو ما في طريقه مثلى بس نعم. هو الجيد انه يكون انت ملم في مهارات تعديل السلوك يعني احنا يمكن المهاره او الطريقه الاكثر شيوعا في تعديل السلوك المستخدمه نشوفها اسلوب العقاب يا طيق زف زين في مهارات اخرى عندنا مثلا النمذجه ان نطرح نماذج شلون حل مثلا احنا مرينا مثلا في هذه المشكله في المدرسه وحليناها بالطريقه الفلانيه وهو يشوف نموذج امامه بعرض قصه مثلا نشوف مثلا عندنا مهاره مثلا التصحيح الزائد مثلا هذه واحده من المهارات ان شلون مثلا لما يكون الولد يخرب غرفته فوضى تعال عدلها بطريقه احسن من قبل زين فهذه طريقه انه يتعلم انه هو كيف انه يصلح اخطائه ففي عده كثير طرق ف مشكلتنا ان ما نتعلم هذه الطرق نركز على شيء واحد اللي هو يعني احنا ما نحبذ استخدام العقاب الا في مراحل اخرى يعني لكن انك تستخدم فقط وسيله واحده يعني احنا ما نفضل هذا الشيء لذلك استخدام اكثر من طريقه واسلوب هذه ممكن تكون الطريقه المثلى. جميل. استاذ حسين عندنا وايد اسئله وعندنا وايد امور بعد اكيد راح تفيدنا فيها لكن بدايه لكن قبل ما نشوف كل هالامور معك اكيد راح نشوف الحين استعدادات طلاب الجامعه خلونا نروح مع بعض جامعه الكويت في الاشتاديه عفوا مع زميلتنا ديما تحدل مراسل قناه الاخبار واللي راح نتعرف منها على اخر الاخبار فيما يتعلق في التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد. صباح الخير ديما. نعم صباح الخير فجر وصباح الخير للزملاء في الاستوديو وللسادة المشاهدين يعني كما قلت اليوم هي الاستعدادات حاضرة في جامعة الكويت للعام الدراسي الجامعي الجديد وبالتحديد نحن في عمادة القبول والتسجيل هذا القطاع الذي لم يتوانى للحظة عن مد يد العون والمساندة لأبنائنا الطلبة وأيضا مساعدتهم في أي تفصيل يريدونه من أجل إكمال مشوار تحصيلهم العلمي والدراسي طبعا بالتعاون المثمر مع الكثير من الأقسام والجهات نتحدث اليوم أيضا عن جولات للمسؤولين في جامعة الكويت المتكررة من أجل الوقوف على الاستعدادات للعام الجامعي الدراسي الجديد كما قلنا ولذلك يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة دكتور نواف المطيري مدير جامعة الكويت بالتكليف. صباح الخير دكتور نود منك أن نتحدث عن اليوم هذا الاستعداد واليوم هذه الجولة لماذا قمتم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم سعداء بصباحكم الله بالخير
وسعيدين بالالتقاء معكم في جامعة الكويت. لا شك أن الآن نحن متواجدين في جولة تفقدية في جميع القطاعات جامعة الكويت حتى نتأكد من الاستعدادات أنها تكون كاملة. ونشكر الأخوة العاملين والأخوة الموظفين، للأمانة الكل قاعد يعمل على قدم وساق حتى نتأكد من استقبالنا للبدء في العام الدراسي، أن يكون على الجميع الموفرين جميع الإمكانيات لأبنائنا الطلبة المتواجدين. لا شك أن عملية القبول أو عمادة القبول والتسجيل هي من في بداية العام الدراسي تعتبر هي أهم حقيقة قطاع وأهم مكان، وهي يعني هي همزة الوصل المباشر والحيوية بين أعضاء هيئة التدريسية والأكاديمية ومع الطلبة في تسجيلهم. السنة للأمانة جميع الأخوة الموظفين والعاملين في التسجيل وفي القبول كذلك أنهم بادين مستمرين في عدة مراحل. لا شك أن التسجيل عندنا في جامعة الكويت هو تسجيل إلكتروني ومبني على عدة مراحل. اليوم إن شاء الله تعالى راح تكون آخر المرحلة الثانية، وإن شاء الله غدا نبدأ في المرحلة الثالثة في عمليات القبول. وللأمانة يعني الأخوة القائمين في العمادة من العميد القبول والتسجيل والعمداء المساعدين وإلى جميع رؤساء الأقسام والمدراء الإدارات، الكل قاعد يسعي والكل قاعد يعمل، والحمد لله أن نسعي بزيادة السعة المكانية والسعة الدراسية والشعوبية بزيادة عدد الشعوب حتى نتمكن بفتح أكبر عدد ممكن موجود، خصوصا أن هذه السنة قبلنا عدد كبير جدا تقريبا 8880 تقريبا طالب، وهذه تعتبر من أحد السنوات اللي عدد كبير جدا وهي أعلى نسبة قبول في السنوات الأخيرة تقريبا. وهذه تتطلب أن يكون إحنا متوافقين وهناك توافق بين العدد القبول وعدد الطلبة مع عدد الشعوب الموجودة الدراسية حتى يكون هناك نستوعب هذه الأعداد. والحمد لله كما قاعد أشوف مع الأخوة أن إحنا ماشيين على حسب الخطة المرسومة التي وضعت خلال العطلة الصيفية هذه كاملة متوافقة، والحمد لله أن فيها طبعا أي عمل لابد أن يكون فيه قصور، لابد يكون في بعض الصعوبات، احنا كإدارة جامعية لابد ان نذلل هذه الصعوبات والعقبات ونحللها ونساعد الأخوة الموجودة عليه. بس لازلت ارجع واكرر شكري الكبير والعميق لجميع العاملين حقيقة، يعني في اليوم لا في صالة القبول ولا في إدارة عملية التسجيل، والردود على الطلبة والردود على عليهم يعني كانت عملية متكاملة. دكتور أيضا اسمح لنا اليوم أيضا مع زيادة الأعداد أيضا تحرصون في جامعة الكويت على رفع دائما مستوى الطلبة المستوى الأكاديمي لديهم، لذلك اليوم تدفعون بمخرجات العملية المخرجات التعليمية الجيدة والموائمة لسوق العمل، كيف يعني تضعون هذا الهدف في ضمن مخططات وضمن استراتيجيتكم؟ لا شك أن أهم عملية عندنا إحنا هي زيادة عدد الشعوب الدراسية وزيادة عدد، لما نزيد عدد الشعوب الدراسية يجب علينا ألا، وهذه مهمة جدا وهذه مثل جولد لنا اللي هو الهدف الذهبي عندنا، ألا يخل في جودة التعليم. جودة التعليم تتطلب منا أن يكون هذه الشعوب متوافقة بتدريس بالمناهج العلمية والمناهج التعليمية ومع مع مع عدد الطلبة ومع موجودين لنا. فالحمد لله هذه في عملية توافقية ويجب عليها تكون ماتشنج يعني مع بعضهم البعض، والحمد لله هذه هي متواجدة عليه. فزيادة الشعوب زيادة على الحرص على نوعية هذه الشعوب تكون متوافقة عليه كذلك احنا فيه. طبعا احنا القبول ما كان اعتباطا، القبول كانت في دراسة مسبقة من العام الماضي، وهذه كذلك جهود الأخوة الإدارة الجامعية السابقة والتي والأسبق منها كذلك كانوا هم وضعين الخطة مع مخرجات التعليم في جامعة الكويت مع سوق العمل ومع ديوان الخدمة المدنية والترتيبات مسبقة عليها، فهي عبارة عن خطة متواصلة متصلة متتالية. فالحمد لله احنا لازلنا نمشي عليها على هذه الخطة، والحمد لله الأمور إن شاء الله تعالى يعني تسير يعني فيها، على الرغم من
بعض الصعوبات بعض العقوب، يعني لابد من نحلها هذه الصعوبات اللي نواجهها ونسهلها إن شاء الله للعاملين وكذلك لإخواننا أبنائنا الطلبة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم تلفزيون الكويت وحياكم الله ويسعدني أن تكونوا شركاء، لا ما أنتم شركاء معنا في 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 جامعة الكويت، يعني شاكرين لكم ولجميع تلفزيون الكويت ولوزارة الإعلام. شكرا. شكرا دكتور، وايضا نحن ايضا نشكركم على هذه الجهود الكبيره، ويعني حقيقه يعني اليوم اذا تحدثنا عن معيار جوده التعليم والتميز الاكاديمي هو البوصله الاساسيه لتوجهات جامعه الكويت في خططها واستراتيجيتها الحاليه والمستقبليه. هذا كان كل شيء. فجر، عوده لك مره ثانيه الى الاستوديو. كل الشكر لزميلتنا ديمة دحدة المراسل قناة الأخبار من جامعة الكويت، وما زلنا مستمرين معكم مع ضيفنا الاستشاري التربوي الأستاذ حسين أكبر. أستاذ حسين، شفنا الاستعدادات في الجامعة وشلون هم على قدم وساق خصوصا حق الطلبة المستجدين اللي تعتبر مرحلة دراسية جديدة لهم، لكن في مرحلة عمرية معينة يلقى نفسه ولي الأمر إنه خلاص ما عنده القدرة، ما عنده القدرة إنه يسيطر على يوم أطفاله سواء كانت في المرحلة الثانوية أو أكيد في المرحلة الجامعية. فما أهمية أن الطالب هو بنفسه يكون قاعد يعطي نفسه هذا البوش، أو مثل ما قلت يحفز نفسه أنه يبدي أو يتأهل إلى هذا العام الدراسي الجديد؟ هو من الطبيعي أن ولي الأمر ما يكون مع الطفل يعني كل مراحل حياته بكل التحديات اللي يمر فيها، هو داعم، لكن لازم يزرع البذرة في الطفل ولازم يخليه يفشل. ليش؟ حتى يتعلم من الفشل، يتعلم من هذه التحديات. باكر إذا كبر إن شاء الله يعني يقدر يواجه تحديات الحياة. بس هذا يكون نوع من التحدي حق بعض أولياء الأمور ترى، إنه يخلي الطالب يواجه ويتحدى بروحه. إيه، لا، لأنه هو راح يتعلم، الإنسان يتعلم من الفشل. فعلا. فإذا أنت ما تخلي الولد إنه يتعامل مع تحديات الحياة ويفشل ما راح يتعلم، فراح يواجه صعوبات. يعني أولياء الأمور اللي يدللون عيالهم بشكل مبالغ فيه وهم دائما يتخذون قرارات عنهم، هذيل إذا كبروا راح يواجهون صعوبات في الحياة. باكر إذا تزوجوا أو إذا توظفوا راح يمر عليهم، راح تمر عليهم شغلات ما كانوا متعودين إنه يفشلون، ما كانوا متعودين إنه يتعاملون مع ناس مثلا ممكن يظلمونهم او مثلا انه يغلطون عليهم. فبالعكس لازم يخلي الطفل يمر في هذه التحديات حتى يتعلم من تجاربه، ايضا حتى يتعلم ان الحياه مو دائما ورديه ودائما على قولتهم اي شيء يبي ممكن انه يحصل عليه. كل الشكر لك الاستشاري التربوي استاذ حسين اكبر على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح اللي ذكرتها لنا. يعني يا جماعه موضوع جدا مهم خصوصا لاولياء الامور وللطلبة أيضا اللي قاعد يجهزون حق العام الدراسي الجديد. أما الرسالة الأخيرة اللي أحب أوجهها لأولياء الأمور والذي يعني بحاول أذكرهم مرة ثانية أن في طرق أخرى غير العقاب لتعديل سلوك الأبناء.